الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم مجددا على قناتكم التربوية يوسف البدوي في موضوع يتعلق حول المسطرة الخاصة بأولياء التلاميذ للولوج إلى خدمات مسار في موقع وزارة التربية الوطنية. في هذا الجزء الثاني سوف نرى كيفية الاطلاع على نقط مراقبة مستمرة للأبناء والولوج لخدمات مسار من طرف آباء وأولياء التلاميذ. سوف نقوم بفتح الصفحة الرسمية لوزارة التربية الوطنية ثم الضغط على فضاء الآباء والأمهات. إذا الصفحة ديال فضاء الأمهات والآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ هي هذه. إذا أولا سوف نقوم بإدخال الرقم الوطني للتلميذ ثم القن السري الذي تم تعديله. إذن لتعديل القن السري يمكن الرجوع إلى الجزء الأول حول كيفية تسجيل وتفعيل الحساب وتغيير القن السري. إذن بعد تفعيل الحساب وتغيير القن السري، إذن هنا غندخلوا الرقم الوطني للتلميذ ثم هنا تندخلوا القن السري الذي تم تعديله ثم غنضغطوا على دخول. إذا هنا تلقاو اسم ولي التلميذ، ثم هنا عدد الأبناء المتمدرسين، ثم هنا لتعديل كلمة السر، ثم عندي هنا الابن، ثم هنا عندي الخدمات المقدمة من طرف مسار، هنا عندي شهادة دراسية، ثم هنا طلب موعد، ثم تحيين أو تعديل البيانات الشخصية لولي التلميذ، ثم هنا عندنا الاستدعاء، ثم هنا تتبع المواعيد، ثم هنا أسئلة وأجوبة حول الموقع. نمشي نضغطوا على اسم الابن للاطلاع على نقط مراقبة مستمرة. إذا هنا الصفحة اللي كتطلع لي هي الفضاء الخاص بالابن أو التلميذ. إذا هنا عندنا الاسم ديالو، النسب ديالو، ثم الأكاديمية، ثم الإقليم. هنا عندنا لتحميل شهادة مدرسية، إذا تنضغطوا عليها، إذا في هذا المربع هذا عندنا جدولة مراقبة المستمرة. إذا غنديروا تحميل الشهادة المدرسية، نضغطوا على أوكي، ثم سوف نقوم بحفظها على سطح المكتب، ثم الضغط على أنريستري. إذا هنايا تنحصلوا على شهادة مدرسية مباشرة من فضاء أمهات وآباء التلاميذ. إذا الشهادة المدرسية ديال التلميذ، هنا تلقاو المؤسسة، ثم هنا الأكاديمية، ثم النيابة. ينقصها فقط التوقيع والختم من طرف إدارة المؤسسة. إذا غادي نوصلوا خدمات مسار، هنا غنلقاو نقط المراقبة المستمرة، نضغطوا على هذا. إذا هنا عندنا السنة الدراسية، ثم المؤسسة، ثم هنا عندنا الدورة. إذا غنختار الدورة الأولى بطبيعة الحال. إذا نضغطوا على بحث، إذا هنا تعطيني نقط ديال الفرد الأول. إذا أذكر للإطلاع على نقط مراقبة مستمرة، نضغط على هذا المربع. إذا في هذا المربع هذا نضغط عليه تنجد جدولة الامتحانات. إذا في هذا المربع تعطيني المسار الدراسي للتلميذ، هنا كنشوف هنايا معدل النجاح، ثم هنايا تلقى استعمال الزمن، إذا لا توجد بيانات متعلقة باستعمال الزمن، ثم هنا عندنا تتبع الغياب، إذا لا يوجد أي غياب. إذا لتحميل الشهادة المدرسية يجب الضغط على البيانات الشخصية ثم تحميل شهادة مدرسية. هنا لطلب موعد للحصول على شهادة مدرسية، ثم هنا طلب موعد مع إدارة المؤسسة. إذن إلى أن نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.